السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم إخواني أخواتي من جديد في درس جديد وفي حصة جديدة من حصص الدروب شيبينج على منصة إيباي التابعة لقناتكم شيب ناو. اليوم وليس شوب ناو أثار انتباهي يعني شوب ناو عند ذكري للشيب ناو. اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على معلومات كثيرة حول علي إكسبريس. علي إكسبريس هذا الموقع معروف عالميا، سوف يعني نناقش بعض أخطار علي إكسبريس، بعض إيجابياته، بعض سلبياته، بعض التقنيات المتعلقة باستعماله في عملية الدروب شيبينج، إما على منصة إيباي، إما على شوبيفاي، أو بتقنيات أخرى كثيرة يمكن استعمالها واستعمال علي إكسبرس في إنجاحها. إذن على بركة الله نمر إلى النقاط التي سوف نناقشها في هذا الفيديو. إذن النقاط هي كالتالي: أولا سوف يعني نعطي نبذة بسيطة على علي إكسبرس لأنه موقع كبير معروف عالميا، نعطي بعض يعني المعلومات وإحصائيات وتاريخ خاص بهذا الموقع، ثم سوف نتطرق إلى سلبيات وإيجابيات هذا الموقع، ثم بعد ذلك سوف نتعرف على تقنية بسيطة خاصة بالكيوردز أو كلمات المفاتيح الدقيقة للوصول إلى صفحة الفلترز أو الفلترات التي تساعدنا في البحث الجيد على هذا الموقع. عند وصولنا إلى الصفحة الرئيسية وصفحة الفلترات يعني نقوم بالتعرف على أهم الفلترات المتواجدة في هذه الصفحة، ثم النقطة الخامسة نصل إلى المتجر المقصود الذي قد يضم المنتوج الذي سنعرضه على متجرنا في إيباي. هذا المتجر يعني هناك شروط للتعامل معه، من بين هذه الشروط هو الريتينجز الخاصة بالسيلر يجب أن تتجاوز 4.5 يعني 4.5 على معدل الريتينجز يعني على 5 لأن المعدل هو 5. بالنسبة لعمر البائع على علي إكسبريس يجب أن يتجاوز السنة، ثم بالنسبة للفيدباكس يعني يجب أن يتجاوز العدد 100 فيدباكس ليمكن تقييم هذا البائع، ثم يجب أن تتجاوز نسبة البوزيتيف فيدباكس في 6 أشهر 95%. سوف نمر إلى تفاصيل هذا الموضوع أو هذا العنوان لاحقا. ثم النقطة السادسة تتعلق بدراسة التقييمات الخاصة بالكواليتي أو الجودة، ثم سابعا نبحث انطلاقا من التقييمات الخاصة بالجودة عن المنتج الجيد، وبعدما نتعرف على المنتج أو المنتجات الجيدة التي نقتنع بها لعرضها على متجرنا، آنذاك نمر إلى التواصل مع السبلاير بخصوص تلك المنتوجات. ثم في النقطة التاسعة نقوم بعرض المنتج بشكل صحيح وسليم على إيباي، ثم بعد ذلك نتابع عملية شراء المنتج بعد بيعه على إيباي وشرائه من السبلاير الخاص بنا. إذن كل هذه النقاط سوف يتم شرحها وسوف نقسمها إلى أجزاء، ولكي لا نطيل في الفيديو نمر إلى النقطة الأولى ونناقش أو نتطرق ونتعرف على الموقع علي إكسبريس. إذن علي إكسبريس لتصل إليه يكفي أن تكتب علي إكسبريس دوت كوم، يعني الصفحة الرئيسية علي إكسبريس دوت كوم، هذه هي الصفحة الرئيسية، وثم تقوم بالتسجيل تسجيل عادي، إما تضغط على جوين إذا لم تكن مسجلا، وإما ساين إن إذا كنت مسجلا يعني، ثم تقوم بالتسجيل والدخول إلى الموقع. إذا سوف أقوم بالدخول إلى الموقع. جيد، إذا دخلت إلى الموقع. الآن علي إكسبريس هذا هو موقع معروف، انطلق سنة 2009 2009 كانت انطلاقة هذا الموقع.
ويعني فاق توقعات أصحاب هذا الموقع، لأنه هو تابع لمجموعة علي بابا، وقد يعني عرف نجاحا كبيرا خلال ال10 سنوات الأخيرة، وقد وصل إلى أزيد من 10 مبيعات في الثانية في 2017. يعني هذا الموقع يحصد عدد كبير من المبيعات في اليوم، لا يمكن يعني تتبعها، وبالتالي فهو نظام كبير جدا ويضم عدد كبير من السيلرز ويضم عدد كبير من المنخرطين بالبلايين وليس الملايين. إذا علي اكسبريس كما قلت، إذا كان انطلاقته في 2009 وعرف نجاحا كبيرا باعتباره يضم منتوجات كثيرة جدا، منتوجات صينية كثيرة جدا، وقد يعني نافست السوق الأمريكية والأوروبية بشكل كبير وبشكل شرس، وفازت في المعركة. لهذا فعلي إكسبرس يتم اعتماده في أغلب عمليات التجارية الخاصة بأغلب المنتوجات التي تروج على الإنترنت. إذن هذا فيما يخص يعني فقط يعني إطلالة بسيطة صغيرة جدا على علي إكسبرس. الآن سلبيات وإيجابيات علي إكسبرس. عادة لا أنصح المبتدئ في الدروب شيبين، لا أنصحه بتاتا باستعمال علي إكسبرس في عملية دروب شيبين. لماذا؟ لأن علي إكسبرس هو سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين، هو موقع جيد وفي نفس الوقت هو موقع خطر جدا، وقد يسبب مشاكل للدروب شيبر على منصة إيباي. لماذا؟ لأن علي إكسبرس يضم عدد كبير جدا من الباعة، وهؤلاء الباعة يعني ليس بالضرورة أنهم الفاكتوري أو مالك المنتج، قد يكون يعني شخص يقوم بعملية دروب شيبين وسط علي إكسبرس، بالتالي فهو لا يملك المنتج، وهو يعني وسيط ثاني، وهم متوفرون كثيرا على علي إكسبرس، لأن علي إكسبرس لا يمكنها يعني القائمون على هذا الموقع لا يمكنهم ضبط يعني من هو البائع الحقيقي الذي يملك المنتج، ومن هو البائع الذي يقوم فقط بعملية دروب شيبين من متجر إلى آخر. إذا يمكن أن تجد منتجا على علي إكسبرس بثمن منخفض ويبيعه شخص آخر في علي إكسبرس بثمن أعلى، بالتالي تجد نفس المنتج يعني يباع في علي إكسبرس 3 إلى 4 مرات عند 3 أو 4 متاجر، ولكن مصدره الأصلي هو متجر واحد فقط. هذا يسبب مشاكل في عملية الشحن، يسبب مشاكل في التراكن نمبر، يسبب مشاكل في الريتيرن، لأن الريتيرن بالنسبة للدروب شيبر هو أصعب من الريتيرن بالنسبة للمزود الرئيسي أو الفاكتوري المصنع، فهو يعني لا إشكال لديه في عملية الريتيرن، لكن الدروب شيبر يجد صعوبة في عملية الريتيرن. لهذا أغلب المبتدئين في الدروب شيبين على إي باي إذا استعملوا على إكسبريس فهم يحصلون على نيجاتيف فيدباكس، وهذا هو النايت مير أو هذا هو الكابوس الذي يصيب عدد كبير من البائعين على إي باي. ثم هناك يعني مشاكل كثيرة تتعلق بالكواليتي، يعني يقومون بعرض منتجات يعني لا دراسة خضعت لها، يعني لم تخضع لأي دراسة في الكواليتي في الشيبين، لم يتواصل مع السيلر، لم يعني يقوم فقط بالبحث عن منتج يظن أنه سيبيعه ثم يقوم بعرضه على إي باي ويبيعه فعلا. لكن الهدف من الدروب شيبين ليس هو بيع المنتج فقط، ولكن هو الخروج بعملية البيع بنجاح، ووصول المنتج إلى صاحبه بنجاح، والحصول على positive feedback آنذاك تقول أنني قمت بعملية الدروب شيبين بشكل ناجح. لكن أن تبيع المنتج فهذه ليست نهاية العملية، يجب أن يعجب الزبون ويعطيك الفيدباك. إذن
لكي أمر. سلبيات علي إكسبرس كثيرة جدا وإيجابياته كثيرة جدا، وبالتالي يجب الابتعاد على علي إكسبرس في بداية الدروب شيبين على إي باي، لأن دروب شيبين على إي باي في فترة 6 أشهر أو السنة الأولى تكون محفوفة بالمخاطر، لأن الحساب يكون ضعيف نسبيا، لا يملك ثقة إي باي، أي خطأ ممكن أن يسبب في غلق الحساب، وبالتالي من الأفضل أن يبتعد الإنسان على الإكسبريس إذا كان لا يملك استراتيجية أو تقنية منضبطة لمجموعة من المعايير لكي يعني يخرج بعملية البيع من علي إكسبرس بدون مشاكل. أعيد وأكرر، لقد نصحت مرارا وتكرارا الإخوان الابتعاد عن علي إكسبرس ما دمت لم تجرب بعد أخطار الدروب شيبين وتخرج منها بسلام عن طريق يعني مواقع أخرى أسهل كبانجود مثلا أو كأمازون، لأنهما يوفران الروتون بشكل سلس، ويعني هناك يعني أفضلية في التعامل من ناحية الشيبين، من ناحية تراك النمبر، من ناحية البيمنت، من نواحي عديدة. أما على الإكسبريس فقد يعني تجد صعوبة في بعض الأمور، قد تجد أن السبلاير يوفر الباي بال as payment كأداة للدفع، ولكن عندما تعرض المنتج ويشتريه زبونك وتعود إلى المتجر لتشتري المنتج تجد أن الباي بال لا يوجد. يعني هي خدعة يقوم بها بعض التجار في علي إكسبريس لكي يعني يقوم بالضغط على الزبون للشراء بفيزا كارد أو ماستر كارد أو للبحث عن أي طريقة أداء، وفي بعض الحالات تنجح في بعض الحالات لا تنجح. إذن لكي لا نطيل نمر إلى النقطة الثالثة، وهي تحديد كلمات مفاتيح دقيقة للحصول على صفحة الفلترز. إذن نمر إلى التطبيق. مررنا، أظن أنني نسيت بعض الإيجابيات الخاصة بعلي إكسبرس لأنني ذكرت فقط سلبيات. إذن بعجالة، إيجابيات علي إكسبرس ما هي؟ إيجابيات علي إكسبرس: الثمن الجيد، التنوع الممتاز في المنتوجات، الحصول على منتوجات جديدة يوميا، new products تجدها في علي إكسبرس. يعني لو ضبط الإنسان شروط التعامل مع علي إكسبرس قد ينجح في عملية دروب شيبين عفوا انطلاقا من علي إكسبرس. إذا نمر، كيف أتعامل مع البحث على علي إكسبرس؟ أولا، محرك البحث الخاص بعلي إكسبرس حساس للكيوردز، وبالتالي يجب أن تضع النيش مباشرة في محرك البحث، بمعنى يعني لكي تصل إلى صفحة الفلترز أو الفلترات لا يجب أن تضع جملة طويلة عريضة يعني فيها عدد كبير من الكلمات، لن تصل إلى الصفحة الخاصة بالفلترات. أعطي مثال، مثلا في الحالة الأولى سوف أكتب سمارت واتش، وهذا هو يعني النيش الخاص ببحثنا اليوم، وكمثال فقط سمارت واتش، هذه كيوردز منضبطة للبحث على علي إكسبرس، وسوف وقد أوصلتنا إلى الصفحة الرئيسية والخاصة بالفلترات. إذا الفلترز هنا متواجدة، نلاحظ أن هناك فلتر البراندز والبرايس والكوبون والفري شيبين والفور ستارز أب والبيست ماتش الاوردرز نيوز البرايس شيب فروم، يعني كل هذه فلترات. ثم هناك فلترات على اليسار خاصة بالمنتوجات، كل شيء يوجد في هذه الصفحة. لماذا؟ لأن كلمات البحث كانت دقيقة، كانت دقيقة. نفترض أنك أخذت يعني عنوان كامل على هذا الشكل مثلا، ونضعه هنا في، سأصل إلى صفحة يعني ليست منضبطة للفلترات وليست صفحة رئيسية التي يعني ستوصلني إلى المنتج وإلى السبلاير الحقيقي. إذا لابد من كتابة يعني كيوردز منضبطة ويعني كلمات توصل إلى المنتج مباشرة. إذا أعيد سمارت واتش ثم انتر، ونصل إلى الصفحة الرئيسية التي فيها فلترات. الآن
سوف نمر إلى النقطة الأخرى بعدما تعرفنا على طريقة البحث أو تحديد كلمات المفاتيح للحصول على صفحة الفلترات. سوف يعني نناقش الفلترات الرئيسية في هذه الصفحة. الفلترات الرئيسية المهمة في هذه الصفحة وهي الـ Price Range. هذه الـ Price Range ماذا تعني؟ تعني أنه مثلا في هذا المثال 44% of users bought products in this price range، يعني 44% من الزبناء أو من الكلاينتس أو المستعملين اشتروا منتوجات في هذا المجال الثمن اللي هو 12 59 و18 دولار. إذا المنتجات أغلب يعني 44% تقريبا نصف تباع في هذا الرينج، برايس رينج. إذا سوف أختار هذا البرايس رينج وأنتظر إعادة تحميل الصفحة من جديد. جيد، تم اختيار الرينج المناسب. الآن سوف أختار 4 stars up، يعني سوف يعطيني فقط المتاجر التي تحصل على أكثر من 4 نجوم في الريتين. ثم سوف أفعل الفري شيبين، ثم بعد ذلك سوف أضغط على orders ليعطيني المنتوجات أو المتاجر التي باعت أكبر عدد من المنتوجات، يعني الأوردرز الأكثر أو الأكبر إلى أن نصل إلى الأقل. إذا تنطلق، لاحظوا أن الأوردرز أولها 28378، ثم 9710. إذا هناك يعني تنازل في العدد في الأوردرز. إذا هذه هي أهم الفلترات التي أعتمدها في الوصول إلى المنتج. إذا نذهب إلى البرايس رينج، نحدد أكبر يعني أهم برايس رينج في هذه الكاتيجوري أو في هذا النيش، ثم نحدد فري شيبين يعني الشحن المجاني، ثم 4 ستارز أند أب يعني 4 نجمات فما فوق، ثم الأوردرز الأعلى، ثم أضغط على شيب فروم يونايتد ستيتس. Ship from United States أولا. جيد، الآن لدي مجموعة من النتائج. إذن هنا سوف أقوم بفتح كل متجر في مكان في صفحة. إذن لاحظ بأن يعني هنا سأفتح هذا المتجر، هو المتجر، لكي لا أكرره لأنه قد تجده مكررا يعني في البحث على حسب المنتجات التي تناسب تلك الفلترات. إذا هنا لدينا authority، يعني هذا ستور اسم خاص، وهذا همبر يعني هذا يعني براند، وهي يعني المتجر الرسمي لهذا المارك، لهذا البراند. ثم هناك لينفو، كذلك المتجر الرسمي لهذا البراند، لينفو كذلك. إذا نفس الشيء لن أكرره مرة أخرى. هوم ترندز، إذا لم أختار هذا المتجر، هوم ترندز كذلك. إذا 4، سأختار 5 متاجر ليقوم بالشرح فقط. ثم هذا المتجر كذلك، فهو يعني المتجر الرسمي لهذا البراند. إذا لدي 5 متاجر مختلفة، يعني كلها تبيع السمارت واتش، كلها يعني تبيع سمارت واتش. الآن كيف أعرف يعني ما هو المنتج أو ما هو السبلاير؟ إذا وصلنا إلى، تعرفنا على الفلترات الرئيسية، قلنا أن هي الـ Price Range، Free Shipping، 4 Stars Up، ثم الـ Orders، ثم United States Warehouse. الآن وصلنا إلى كيف نصل إلى المتجر، الوصول إلى المتجر. جيد، إذا وصلنا إلى المتجر عن طريق البحث هنا في أول النتائج، ونصل إلى مجموعة من المتاجر. الآن سوف نختار متجر واحد من هذه المتاجر انطلاقا من مجموعة من المعايير أو الكريتير. أولا الريتن سيلر يجب أن يتجاوز 4.5. إذن سوف أضغط على فيدباك لكل متجر، كل متجر فيدباك.
لا يهمني المنتج الذي فتحت هنا، يهمني المتجر كاملا. إذن فيدباك فيدباك ثم فيدباك، وأعود إلى المتجر الأول. إذن نلاحظ هذا المتجر لديه 97% خلال 6 أشهر. احنا قلنا يعني أكثر من 95 فهو يعني يوافق هذا الكريتير أو المعيار الأول بنجاح. إذا لدينا أكثر من 95 هذا جيد. لدينا يعني هذا المتجر فتح في 2017 شهر 2 فبراير أو فبراير، إذا تقريبا سنة وستة أشهر تقريبا. نمر الآن إلى سيلر ريتين. نلاحظ أن الريتين هو 4.7 من 5، وهو تجاوز 4.5، إذن فهو حقق هذا الشرط وحقق هذا الشرط. بقي عدد الفيدباك الخاص به، إذن لديه يعني عدد الفيدباك كبير جدا، وصل إلى 8459 بوزيتيف فيدباك في 6 أشهر الأخيرة، والعدد المجموع هو 9103. 9103، إذا تجاوز 100 بعدد كبير جدا. جيد، إذا هنا نلاحظ أن الإحصائية تقول أنه أضعف ب 1.67 من بائع من بائعين آخرين فيما يخص item as described، يعني فيما يخص يعني يعني وصف المنتج في الديسكريبشن، هو أقل ب 1.67 lower، يعني أقل من بعض البائعين في نفس المنتج لنفس المنتج. نفس الشيء بالنسبة للكوميونيكيشن، يعني التواصل مع الزبناء، فهو أقل ب 1.26. أما بالنسبة للشيبين سبيد فهو يعني equal to، يعني متساوي وفي نفس المستوى مع باقي البائعين من هذه الناحية. إذن جيد، إذن تعرفنا على السيلر الأول، ونسجل المعطيات مثلا في ورقة، اسم الستور وهو هذا، ثم الفيدباك بوزيتيف فيدباك نسبتها في 6 أشهر، ثم أكثر من سنة، ثم 4.7، ثم يعني نسجل عليه هذه السلبية. نمر إلى السطور الثاني. لدينا 96.9 الأول وصل إلى 97، إذا الثاني فقط 96 وهو أقدم ب4 سنوات. بالنسبة لريتين سيلر عندنا 4.7، وهو أقل ب1.67 من ناحية item described، ومن ناحية communication، ومن ناحية shipping speed أقل ب2.13. إذن هذا يعني عنده مشكل في الشيبين، في سرعة الشحن، يبدو أنه يستعمل يعني وسيلة شحن بطيئة جدا مقارنة مع منافسيه في نفس البضاعة. نمر إلى الستور الثالث. السطور الثالث فهو يشبه السطور الأول، لكن هناك فارق فقط، وده 96.9 تقريبا 97، له 4 سنوات كذلك، لكنه يعني له نفس السلبيات الخاصة بـ item and described والcommunication، لكنه قديم نسبيا ب4 سنوات. نمر إلى السطور الرابع. إذن السطور الرابع نلاحظ أنه يتوفر على 97.5، يعني أكثر من السطور الأول، له يعني 2 سنوات و4 أشهر متواجد على علي اكسبريس، ولديه 4.8 من 5 في 7252 فيدباك، وهو يعني أعلى من ناحية item described ب0.42 عن بقية السيلرز، وأعلى ب0.84% عن بقية السيلرز من ناحية الكوميونيكيشن. إذن إذا تواصلت معه سيجيبك في 24 ساعة، وهو أعلى ب2.13 عن بقية السيلرز فيما يخص الشيبين، بما يعني هذا دون أن نبحث أنه يستعمل الإي باكت.
مباشرة، يعني عندما تجد أنه higher than other sellers تعلم أنه يستعمل الـ e-packet، وكذلك لديه warehouse في الـ United States ويستعمل الـ USPS يعني as shipping method. على أي نمر؟ إذن بقي لدينا متجر، إذن هذا هو number one الذي سوف نتعامل معه في يعني في حال يعني لم نصل إلى أحسن منه في السلر الخامس. الخامس هذا سيكون أفضل. إذن الخامس 98.6، إذن تجاوزه بكثير. 4 سنوات تجاوزه بسنتين، ويعني 4.8 يعني نفس الشيء كذلك 4.8، ولكن هنا عنده لديه 21,000 فيدباك بدل 7,000 فيدباك. إذا بشكل ملحوظ نلاحظ أن هذا السيلر هو أفضل هؤلاء الخمسة الذين اخترتهم. إذا هذا السيلر هو الأفضل انطلاقا من إحصائيات الريتين الخاصة به والبوزيتيف فيدباك والأيج على علي إكسبرس. إذا هذا ستور هو نمبر وان. نمر الآن إلى، تعرفنا الآن إلى ستور، سوف أقوم بحذف باقي المتاجر وأعتمد هذا ستور فقط في هذا المنتج. إذا دراسة قيمات الخاصة بالجودة الآن، لأن التقييمات الخاصة بالجودة هي التي ستوصلني إلى المنتج الحقيقي. التقييمات الخاصة بالجودة ما هي؟ إذا سوف أذهب إلى